الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره رب الناس ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. وبعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الجمع الكريم، هذه وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله للناس جميعا. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأوصيك أيها الأخ الحبيب، وأوصي نفسي بتقوى الله، فإنها عصمة باقية وجنة واقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، اللهم آمين. ثانيا، من نعم الله العظيمة أن أرسل إلينا أفضل رسله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل الكتب اللي هو القرآن الكريم. القرآن الكريم 6236 آية. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وهو صغير، دعا لعبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس لا يسأل عن آية في كتاب الله عز وجل إلا ويعلم هذه الآية ما معناها وأين نزلت ومتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن. يقول عبد الله بن عباس: ما نزلت على رسول الله آية كانت أشد ولا أشق عليه من قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. ولهذا الآية في سورة هود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. يبقى إذن أشق آية على رسول الله وأشد آية على رسول الله هذا التوجيه العظيم من الله عز وجل: فاستقم. كيف الاستقامة؟ كما أمرت لا كما ترى، أي أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بالاستقامة. ولأن الاستقامة هي أمر عظيم، فهي مقصودي ومقصود حضرتك. يوميا وأنت تصلي ماذا تطلب من الله عز وجل؟ تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا لزوم الطريق المستقيم يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا، أي الزموا السداد، الزموا المقاربة من الطريق المستقيم. ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى بما أمر به نبيه، فقال الله لنبيه: فاستقم، وقال الله لنا:
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. كلمة نسمعها كثيرا، يقولها الإمام دائما عندما يصلي بنا، يقول استقيموا يرحمكم الله. أين نحن من الاستقامة؟ إن كنت تسعى للسعادة فاستقم. أيها الأخ الحبيب، إذا أردت السعادة، إذا أردت الخير كله، إذا أردت النجاة يوم القيامة، فعليك بالاستقامة. إن كنت تسعى للسعادة فاستقم، تنل المراد وتغدو أول من سما. ألف الكتابة وهو بعض حروفها لما استقام على الجميع تقدما. يعني إيه الكلام ده؟ الرجل بيقول إن كنت تسعى للسعادة فاستقم، تبقى رقم واحد تنل المراد وتغدو أول من سما. الله سبحانه وتعالى يكتب لك التوفيق والخير في كل الأمور. نريد دليل على هذا الكلام. فقال الرجل ألف الكتابة وهو بعض حروفها. حروف معجم اللغة العربية 28 حرفا، ألف ب ت س جيم لحد الياء. الحرف الوحيد اللي مستقيم في اللغة العربية هو حرف الألف. فقال ألف الكتابة وهو بعض حروفها لما استقام على الجميع تقدم. إذن الاستقامة هي مقصودي ومقصود حضرتك. ولهذا لما جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. الانضباط، أن نسير على منهج الله، أن نلتزم بأوامر الله، أن ننتهي عما نهى الله عنه، أن نلتزم بأوامر رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليه نستقيم يا حضرات؟ ليه نستقيم؟ رقم واحد، لأنه بالاستقامة تكون السكينة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والملائكة تتنزل بالسكينة. إذا أردت أن يمن الله عليك بالسكينة فاستقم. اثنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سورة الأحقاف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المستقيم لا يخاف، المستقيم لا يحزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المستقيم يبشر بالجنة قبل أن يخرج من الدنيا، هكذا أخبر القرآن الكريم. وشرح لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فقال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني إذا حان وقت مغادرته للدنيا وسيرحل للآخرة، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تتنزل عليه الملائكة وهم ملائكة الرحمة، فيجلسون منه مد البصر عند الوفاة، يجلسون منه مد البصر ويسلمون عليه وينادونه بأحب أسمائه في الدنيا، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أي مسك الجنة، وملائكة الرحمة تخاطب هذا العبد الذي سيموت بعد دقائق، تقول له يا عبد الله، يا عبد الله، انظر إلى مقعدك من النار إن كنت عصيت الله، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيبشر بالجنة وهو في الدنيا. ولذلك القرآن يعلمنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشر في الجنة بالجنة عند الموت، ويبشر بالجنة في القبر، ويبشر بالجنة عند البعث. لماذا؟ لأنه استقام على منهج الله.
الاستقامة. ولما نقرأ في القرآن الكريم من أعظم المنح الربانية اللي ربنا يمن عليك بيها في الاستقامة، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بالاستقامة تكون سعة الرزق، يكون رغد العيش. حتى الفاروق عمر رضي الله عنه تعليقا على هذه الآية: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يقول الفاروق عمر: حيثما وجد الماء وجد المال. إذا استقمت ربنا سيبسط لك الرزق. بالاستقامة تكون السكينة، بالاستقامة لا خوف ولا حزن، بالاستقامة تبشر بالجنة، بالاستقامة تنال رضا الله عز وجل والخير كله، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بها في الاستقامة في القرآن، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عظيم. إذن الاستقامة مهمة، أمرنا القرآن بها، وأمر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بها، وعلمنا أن الاستقامة هي سبيل الخيرات كلها وسر سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. بقي لنا كيف تكون الاستقامة، كيف نستقيم؟ يعني القرآن يقول: فاستقيموا إليه واستغفروا، ويأمر النبي يقول: فاستقم كما أمرت، ويأمر موسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. كيف يستقيم الإنسان على منهج الله تبارك وتعالى؟ أنت تدعو الله: اهدنا الصراط المستقيم، كيف تنال هذا الطريق المستقيم؟ هل تستطيع أن تسير على الطريق المستقيم؟ نعم، يستطيع الإنسان أن يلتزم بأوامر الله وأوامر رسول الله، لكن كيف يكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. انتبه أخي الكريم، هناك إيمان حقيقي وإيمان غير حقيقي. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي أول سورة الأنفال الله عز وجل يتحدث عن المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألقي بعديها: أولئك هم المؤمنون حقا. إذن في إيمان حقيقي وفي إيمان مزيف، في إيمان فيه استقامة وفي إيمان بلا استقامة. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كيف يستقيم الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن أول أمور الاستقامة، الأمر الذي يتوقف عليه كل شيء، هو اللسان، استقامة اللسان. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، هل نحاسب على هذا الكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن لكي يستقيم الإنسان المسلم، لكي يستقيم إيمان الإنسان المؤمن، لابد أن يستقيم القلب أولاً، ولكي يستقيم القلب لا بد أن يستقيم اللسان. ولذلك ما من يوم يصبح فيه ابن آدم، أي يوم، حتى يوم الجمعة ده، إلا والأعضاء والجوارح تناشد اللسان، تخاطب اللسان، فتقول للسان، العين تقول للسان، والأذن تقول للسان، واليد تقول للسان، والرجل تقول للسان، كل الجوارح تخاطب اللسان فتقول له: اتق الله فينا يا لسان، اتق الله فينا يا لسان، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذن باستقامة اللسان
يكون استقامة الجوارح كلها، يكون استقامة القلب، وباستقامة القلب يكون استقامة الإيمان. أحباب رسول الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الناس ملك الناس إله الناس، خلق فسوى وقدر فهدى، وأنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة وفي هذا الشهر العظيم، ينبغي ألا نغادر هذا المكان العظيم إلا وقد عاهدنا الله تبارك وتعالى على الاستقامة الانضباط، وعلمنا أن محرك وأساس الاستقامة كلها هي اللسان. أخي الحبيب، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. إذن إذا أردنا الاستقامة فالاستقامة كلها تبدأ من اللسان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا المؤمن، هكذا الإنسان المستقيم، لا يتحدث أبدا عن أحد، إنما يذكر الناس بالخير. صدق الله تبارك وتعالى الذي علمنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم، في هذا الشهر العظيم، في هذا المسجد العظيم، نسأله أن يمن علينا جميعا بالاستقامة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا أحياء وأمواتا، ولأصحاب الحقوق علينا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تقبل اللهم صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، ارزقنا الإخلاص والقبول، بلغنا جميعا ليلة القدر برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، وعافي مبتلانا، ولا تخيب رجاءنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت كامل الرضا عنا يا كريم. اجعلنا ربنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اجعلنا ربنا في ساعتنا هذه ممن دعاك فأجبته، ورغب فيك فنفعته، وتوكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستجار بك فأجرته، واستغفرك فغفرت له يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل يا ربنا عليه في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم.